افتتحت الدكتورة إيناس عبد الديم وزيرة الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، وده بعد ما توقف المهرجان السنة اللي فاتت بسبب أزمة كورونا. حفل الافتتاح أحيا عدد كبير من الفنانين وهتضم فعاليات المهرجان بشكل عام 31 حفلة على مدار 16 يوم. كاميرا لايت شو حدث الافتتاح، تعالوا نشوف تفاصيل أكتر. احتفلت وزارة الثقافة بافتتاح الدورة 29 من مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء، واللي هيحيي حفلتها السنة دي مجموعة من النجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية في مصر والوطن العربي، على رأسهم هاني شاكر، علي الحجار، هشام عباس، مدحت صالح، محمد الحلو وغيرهم من نجوم الطرب والغناء. كاميرا لايت شو حضرت حفل الافتتاح والتقت بالمشاركين. واليوم نحتفل بانطلاق فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، الذي يعد من أعرق المحافل التي تنظمها وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية، وذلك بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، ليتأكد إصرار الدولة المصرية على تجاوز التحديات وتجسد دور المهرجان وقيمته الفنية كإحدى أذرع قوى مصر الناعمة في مواجهة الفكر المتطرف. احنا تشرفنا جدا النهارده بالعزف قدام معالي وزيرة الثقافة دكتورة إيناس ودكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، دكتور خالد داغر، وهي يعني بتشجعنا دايما وتشجع الشباب الموهوبين دايما على ان هم يبانوا ويقدموا حاجات. مهرجان القلعة كان يعني حاجة جميلة جدا، احنا كلنا يعني عارفينه وكنا بنحبه جدا، والنهارده افتتاح مهرجان القلعة حاجة مهمة جدا، وكان شرف لينا اللي احنا نبقى في الافتتاح. فخورة بيه جدا جدا، هو بابايا يعني من الشخصيات المحترمة جدا والمقدرة عملها قوي قوي، يعني كان شاطر جدا شاطر جدا في شغله، فدي أقل حاجة تتقدم له. يعني هو مدير عام بالإكسسوار بدار الأوبرا بس، وهو يعني مقدر جدا لعمله ومخلص جدا طول عمره ليه، فدي أقل حاجة تتقدم له. يعني القلعة مش مجرد مسرح، القلعة دي برضو تعتبر تابعة لدار الأوبرا وللرسالة اللي احنا بنعملها، ان احنا نعرف الناس بالفن بتاعنا اللي هو الزمن الجميل، يعني الأغاني الأصيلة. مش كل واحد هيقول بس شغله ويكتفي بكده، يعني هو مش مجرد مكان عرض، يعني مسرح القلعة مش مجرد مكان، لا ده هو رسالة، رسالة من خلالها تكمل الامتداد اللي بنعمله طول السنة في مسارح الأوبرا، ان احنا بنعرف الناس على الفن الحلو الجيد، الموسيقى يعني الكلاسيكية، مش لازم يعرضوها كلاسيكية، ممكن يعملوها كل باند او كل فرقة بالستايل بتاعهم. بشكر معالي الوزيرة جامد جدا، يعني ان ما بتنساش ابنائها، وبشكر الدكتور مجدي صابر يعني لرعايته لينا وتكريمه لينا النهاردة، يعني حاجة عظيمة جدا زي ما حضرتك شايف كده.